فلا يعني مستوى الخريج بتاعنا هو نفس مستوى الخريج، لان هي بنفس اللي بيدرسه بنفس التدريب. بالعكس انا عندي ميزه، انا عندي هنا العدد قليل فبياخدوا حظه من التدريب، بياخد حظه من الشرح، عدد الطلبه لما بيبقى قليل هو ده الهدف اللي احنا يمكن كل الكليات دي بتعمله، ان انا ما بزودش عدد، انا بقلل العدد. كل ما يكون العدد قليل كل ما فرصه التدريب بقت احسن. المعمل اللي بيساعي 1000 ولا المعمل اللي بيساعي 600؟ طب انا عندي ميزه اكتر من الجامعات الثانيه. يعني حضرتك شايف ان طب الازهر متميز عن الجامعات العامه بقله الاعداد؟ هو ما كانش يمكن احسن. هو عدد الطلاب اللي بيدرسوا في كليه الطب تقريبا 600 طالب في الدفعه، يعني 600 في سنه اولى. طبعا بيتناقص العدد او بيزيد حسب بس المجموع 600 و 600، لكن هم 600 يعني احنا كل سنه بنطلب 600 طالب او يعني بنقترح 600 طالب، بيجري جيلنا من تنسيق 600. 600 دول بيتوزعوا على الاقسام، فطبعا كل قسم بقى عدد الطلب بتاعته اقل مما نظائر الكليات، يعني اقل من عين شمس واقل من المنصوره واقل من القاهره، فدي ميزه ليا مش عيب.